وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي. مساء الخير سعادة السيد عادل العسومي، وأهلا بك معنا في نشرة أخبار الثالثة. بداية، هل تطلعنا على أبرز ما جاء في الجلسة العامة للبرلمان العربي المنعقدة اليوم؟ مساء الخير أختي الكريمة. طبعا كما تعلمين بأن البرلمان العربي عقد جلسة في مقر جامعة الدول العربية، بحث عدة مواضيع على رأس موضوع القضية الفلسطينية ومجريات الأحداث الأخيرة. طبعا نحن نأكد على أن موقف البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية، ونشيد كذلك في دعم جلالة الملك للقضية الفلسطينية وما قام به من توجيهات كريمة في تقديم الدعم والمساعدة للأخوة الفلسطينيين، وكذلك توجيهات سمو الأهل في هذا الجانب. فالبرلمان العربي يقدر هذه التوجيهات الملكية السامية، بلا شك سأكد بأن جلالة الملك دائما يساند جميع القضايا العربية. كما تعلمين كما ذكرت بأن البرلمان العربي يقدم تعازي لجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظ الله ورعاه وللقيادة العامة وكل شعب البحرين لشهداء الواجب الذين طبعا بلا شك هم يدافعون عن القضايا العربية ويدافعون عن الكرامة العربية، وتم الوقوف دقيقة حداد على أرواحهم، وتم مناقشة الكثير من القضايا سواء فيما يتعلق باليمن أو بالقضية السودانية أو بالأزمة السودانية وقضايا ما يتعلق بليبيا، وتم إصدار بعض البيانات المتعلقة بمساندة القضايا العربية سواء على المستوى الدولي أو المستوى الإقليمي. نعم. والبرلمان العربي طبعا يستمر في مناقشة وتبني القضايا العربية سواء على مستوى المشاركات الدولية أو الإقليمية. نعم، وماذا عن الموضوعات المحالة من لجان المجلس والتي أنجزت أعمالها خلال الأيام الثلاثة الماضية؟ طبعا في هناك كثير من القضايا أو المواضيع التي تم مناقشتها، ومن أهمها هو هناك في مذكرة لاستراتيجية دعم المرأة العربية في جميع المجالات، وسيتم مخاطبة الدول العربية لاستئناف رأيها، تم موافقة عليها مبدئيا، وسيتم أخذ الملاحظات إذا كانت هناك ملاحظات من بعض الدول العربية سواء كإضافات أو كشط. البرلمان العربي يسعى أن يكون لنا قوانين استرشادية تساهم مع الدول العربية في دفع القضايا المهمة على رأس قضايا المرأة وقضايا حقوق الإنسان. طبعا تم اليوم مباركة البرلمان العربي بإكثار الجائزة العربية لحقوق الإنسان. هذه الجائزة تعطى للدول العربية التي لديها مبادرات تجاه تطوير حقوق الإنسان في الوطن العربي. طبعا هذه المبادرات اللي يقوم بها البرلمان العربي كلها تدعم الجهود العربية فيما يخص مجالات مهمة وعلى رأس مجال حقوق الإنسان. نعم، من القاهرة سعادة السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.